طبعا شوف كلام كلام الامير نواف كلام خبير، كلام عميق جدا، قاعد يتكلم من جوا المشكله، ولكن انا خلني اتحدث واحصرها في المشكله الانيه اللي قاعده تحصل الان. انا بالنسبه لي اقول الازمه لم تدار بالطريقه الصحيحه. لما اجي انا ارصد اللي قاعد يصير خلال هذه الازمه، واضح انه من يوم دخل الهلال لقطر وهو جالس يتفاوض مع الاتحاد الاسيوي، واخذ من كلامه لما قال خدينا، وللاسف الامين العام هو صار الطعم. انا وجهه نظري الخاصه اي امين عام الاتحاد السعودي ابراهيم القاسم هو الطعم اللي فدي على ذلك. اول ما بدينا في المفاوضات اخذنا تنازل باحضار اللاعبين الموجودين عندنا، بعدها اخذنا زي ما قلت انت المسحتين. بعد المسحتين طلع في القنوات الفضائيه هو وقال انه لا يمكن جدوله. هنا اضعف المفاوض الهلالي، قدم الهلال خطابه رفض التاجيل. طبيعي جدا لما يصير مندوبك ومحاميك اللي بيقوم عنك يطلع في القنوات الفضائيه ويركض القنوات الفضائيه ويقول والله مستحيل ان الجدوله، خلاص انت الان في الغرفه الان اضعفته، لانك انت اللي سمعته انا انه اتحادك هو اللي قاعد يقول كذا. ايوه خلاص انتهى. لا والشخص اللي فاوض والشخص المندوب الان انت عارف انك تجلس مع قانونيين في الاتحاد الاسيوي، فتطلع تقول في الفضائيات كذا، هذه زي ما يقولون صارت هي القشه التي خلت الهلال خلاص يوقف المفاوض، صار ضعيف جدا جدا. تشوف انه هذا الحديث اضعف موقف المفاوض الهلالي؟ جدا جدا. المفاوضات ترى وجود هي أنت تحط حد أعلى وحد أدنى. أنا بالنسبة لي حتى بعد البيان اللي صدر، البيان اللي صدر واضح إنه في تكتيك أصلاً. حتى الاستوديوهات والقنوات الناقلة كانت من أول مع الهلال مع الهلال مع الهلال، وفجأة بعض البيان تغير على طول اللغة. الشيء الآخر، البيان صدر من وين؟ من الاتحاد صح ولا لا؟ الأستاذ إبراهيم القاسم مثلاً عضو في لجنة المسابقات، يمكن مو مسؤول عنها في اللجنة الفنية، معناها أنهم موجودين، معناها أن البيان أنت بتعرفه أساساً اللي مصدور. أنا بالنسبة لي لو كنت موجود أقل شيء أعطي المساحة أضغط. أنا عارف أن 27 تكوا على إيش في البيان، أكثر شيء طنطنوا عليه على القائمة. طب أنت ليش المرحلة اللي بعد المسحتين دخلتنا في القائمة ونبغى اللاعبين اللي موجودين في الرياض يجون الثمانية؟ على الأقل تصير عندي المساحة إني أتعدى دور المجموعات وتصير عندي مساحة أعيد اللاعبين عندي. لو تحطهم بس بال هذا الكلام اللي عشان أقطع الطريق على الاتحاد الآسيوي، لأنه واضح في بيانه جالس يقول القائمة والقائمة و27 ويش من 35. طب أنت ليش أنت ليش يا المفاوض اللي أنت ليش يا مندوب الاتحاد السعودي جيتني وانتقلت من مرحلة المسحتين لما دريتها أو البيان الموجود انتقلت إلى طلب اللاعبين الموجودين؟ حق أصير لك ما لا فيها أي عدالات منافسة ولا في شيء، جيبهم لي لأن أنا عندي ظرف استثنائي، لا سيما أني خدت ثلاث لاعبين ترى، ومنصور وبيشي مو ضمن القائمة، يعني أنا خدتها من البداية. هذه يسمونها حتى تكسير الموجة. أنا قاعد أمشي بعدين أجي لمرحلة التأجيل، أنا حد الأعلى عندي التأجيل، الحد الأدنى هذا، يطلع لي المحامي تبعي وقبل خطابي يقول والله لا ما في مجال للجدولة. طب انا بجلس الحين مع الاتحاد الاسيوي وش بسوي؟ يقول لا والله المندوب اللي جالس معي، المندوب اللي جالس مع الاتحاد السعودي وانا كمندوب مثلا للهلال، المندوب يقول هذا ما في مجال للجدوله، هذا هذا الشرف ملاعب للحين، وانا اقول لك هذا بيقول هذا معي. فلذلك اداره الازمه، انا بالنسبه لي انا كنت اتمنى أنا فعلا قاعد اشوف تتبع الازمه هذه كيف قاعد تتكسر، بس لما وصل المرحله هذه يعني انا ما الوم من الازمه، حتى ازمه كورونا في الاتحاد السعودي في الدور المحلي ما أديرت صح وتأثرت فيها الأندية هنا واستمر تأثيرها حتى برا. الآن فعلا أنا أتوقع أنه بعض المرات إذا جبت أحد يعينك صار للأسف بالشيء الإعلامي أبدا يصير يخرب عليك المفاوضات للأسف. أبو نتلي